كنتكلموا فيه على النخبة الوطنية المحلية اللي تألقات البارح أمام منتخب الكاميرون، المنتخب اللي منظم الدورة. طبعا البارح لعبنا هذه المباراة بحال لاعبينها هنا في البلاد. صحيح، قلت لك اخي محمد فواحد النقاش بيناتنا، قلت لي الكاميرون، قلت لك غنربحوا الكاميرون. الكاميرون ماشي بطوله قويه، زعما واحده من اقوى البطولات كاينه هي البطوله الوطنيه، بان بانه القوه المنتخب الكاميروني في اللاعبين اللي كيلعبوا في الدوريات خارج الكاميرون، فاش نقول لك. نعم، وبالتالي ما يخوفناش المنتخب الكاميروني مع الاداء ضربوا على النهايه والتالق مجموعه من اللاعبين وتطور المنتخب من المباراه الاولى حتى المباراه الربع. قلنا بانه المنتخب الكاميروني في المتناول رغم انه البلد المضيف او البلد المنظم. اذا المنتخب الوطني المحلي في نهائي الشان لثاني مره، لعبنا جوج المرات، واحد المره احتضننا هنايا بلادنا وديناها، ودابا احنا في الطريق على انه ندير ثاني مره، ثاني مره على التوالي. اذا شنو بان لكم في اداء المنتخب، شنو بان لكم في اداء المنتخب الوطني للمحليين منذ المباراه الاولى الى حدود النهائي اللي غنلعبوه مره اخرى نذكروا يوم الاحد ان شاء الله في مواجهه منتخب مالي. مالي اللي ربح البارح المنتخب الغيني بضربات الجزاء، اربع ضربات الجزاء الاولى ماركوها، اربع ضربات الجزاء دغينيا تماركات، ولكن يبدو انه ضربه الجزاء الخامسه كانت حاسمه في تاهيل منتخب المالي. وشفنا الفرح والسرور والحبور في اوساط فريق المالي هو مؤهل للنهائي. احنا واجدين ان شاء الله محمد. طبعا البارح طبعا ما نساوش نشكروا ديك الجماهير طبعا القليله المغربيه اللي كانت في المدرجات وشجعات المنتخب الوطني. كنعرفوا انه كانت الاعداد محدوده، وكذلك ما نساوش بعض الجماهير الافريقيه اللي جات وحضرات في مباراه الكاميرون وما رافعين العلم الوطني. شكرا لهم. صحيح، نعم، تحيه للمنتخب الوطني. رغم ان ظروف كورونا خلت انه يكون غير 25% من سعه الملعب هي اللي يكونوا عامره، لو كان مسموح زعما 100% يكون مع الملعب كان ربما يكون واحد الضغط اخر للجماهير على المنتخب الوطني المغربي، ولكن الحمد لله 25% كانت كافيه لان المنتخب يلعب في ظروف ملائمه في ارضيه سليمه ممتازه، خلت الميكانيزمات ديال اللاعب تكون ممتازه وننتصروا في هذه المباراة بحصة ثقيلة جدا 4-0 ضد بلد مضيف اسمه الكاميرون. ناخذ أول اتصال لمياء. معنا سعد من مراكش. سعد صباح النور. سلامكم. عليكم السلام. السلام. سعد مرحبا. كيفاش بخير؟ لاباس سعد؟ مزيان ناشطين مزيان وهذاك مضخمين فيها ملا يا ودي أخي سعد. الله يحفظكم. الحمد لله، تبعتي المنتخب الوطني المغربي منذ أول مباراة لحدود نصف النهائي البارح. اي اخويا انا بعدا كنشكركم على هاد جبتوا المنتخب الوطني المغربي. طبعا انا فرحان بزاف صراحه، لان المنتخب في المباراه الاولى ديالو غادي بشويه بشويه. نعم، وتحسن الاداء وكان واحد التطور كبير بزاف، سورتو دخول بن با معمر والتغييرات اللي دات في الفريق الوطني. وحتى الجمهور فاش كان تكلم على النمساوي يعني تبارك الله تألقوا بزاف ودار خدمه اللي عاونات ان المهاجمين ديالنا ياخذوا الخاطر ديالهم. السي اي سعد متفق معك، لان حتى المنتخب صراحه حتى المدرب سي موتا مدرب ديال الالقاب، هذاك السيد مشى تما عارف اش كيدير، واللعابه حتى هما واخا ما بينوش في المقابلات الاولين ولكن هما راه غاديين بثبات وان شاء الله اللقب غادي يجي غيجي. نعم والله. نعم، وغتكون شي نتيجه ان شاء الله شي ثلاثه اخرين ولا اربعه اخرين ان شاء الله باذن الله. صافي ولينا كالماركي وبالقرجة سعد. لا لا صافي، دابا الجمله صافي، حنا كنخدمين ما بقاش واحد جوج صافي ثلاثه اربعه، لان المقابله الثالثه في اطار دور المجموعات ربحنا بخمسه جوج، المقابله ديال الربع ربحنا بثلاثه واحد، والمقابله ديال النصف ربحنا باربعه لصفر. هذا يعني بانه هجوم المنتخب الوطني المغربي قوي ولحد الان اقوى هجوم وقوة و 12 هدف، 12 هدف صراحة نتيجة زعما ممتازة جدا. أداء سفيان الرحيمي والتألق ديالو؟ سفيان الرحيمي هذاك اللاعب صراحة أنا بغيت يمشي لشي يحترف يعني في شي دولة أوروبية، لأن لاعب ممتاز أخلاق، دري متواضع حتى في الأرض، زعما كنتمنى له التوفيق إن شاء الله، وحتى مع المنتخب صراحة الطينة ديال هاد اللاعبين المغرب باغيهم وبغيتي تحسن الاداء ديالو وتكون ويحتاج للاسف الخطا الخط فتح. شكرا سعد. شكرا سعد.
غادي نتكلموا او نرجعوا لي كومونتير. محمد قليويك تنا لقد رزقت منذ يومين بطفل اسميه سفيان نسبه لسفيان الرحيمي. سي ترو مينون. عزيز بالك من المنتخب المغربي البارح كان مسيطر على جول اطوار المقابله. واحد واحد اسرار هذه الاريحيه في اللعب هو التجربه اللي اكتسبها جول لاعبين مع انديتهم في البطولات الافريقيه، حظ موفق للمنتخب. كاين كومونتير اخر لعدنان عبد الرحمن اخطار، في 2004 في المكان دزنا في الجروبات بسبعه نقاط، ربحنا الجزائر بثلاثه لواحد في الربع وربحنا مالي في النصف 4-0. نفس النتائج تكررت هذا العام ونتمنوا تكمل بخير هذه المره ان شاء الله بحول الله، عندنا كل الامكانيات. صباح النور مصطفى كسب، صباح النور تليفون. هاد الشيء غير ما كيناش الكوكب والنادي المكناسي في القسم الاول، والبطوله الوطنيه هي الاقوى افريقيا. ونتمنوا ان الكوكب والنادي المكناسي انهم يرجعوا للمكانه ديالهم الطبيعيه. ناخذ اتصال اخر، شكون معنا لميع؟ هاد المره معنا يوسف من الدار البيضاء. يوسف صباح النور. صباح الخير اختي لميع. صباح الورد سيدي، مرحبا. الله يبارك فيك. كيداير سي محمد عطاري خويا هشام؟ الحمد لله العزيز، الله يكبر بك. مرحبا بك، راك عزيز اخويا العطاري والله العظيم. الله يكبر بك العزيز، معزه متبادله. الله ينورك. الله يحفظك، الله يبارك فيك اخويا. كنتصنت لكم دابا من نهار دخلت لهاد الخدمه. شنو الخدمه اللي دخلتي لها؟ الدار البيضاء. شنو الخدمه اللي دخلتي لها؟ عامل النظافه. الله يسهل عليك ويسهل على كل عمال النظافه في بلادنا. الله يبارك فيك. والله الا من نهار دخلت كنت تما غادي كنضحك بوحدي، ما نقول عايشوف فيا ويضحك. تحيه لك اخاي وتحيه لكل عمال النظافه. يشوفك شي واحد يبدا والله يستر، الله يستر، الله يستر، اجي سولني علاش عدي معايا. والله العظيم تبعتي الماتش البارح كي جاك المنتخب ديالنا؟ تبعت الماتش، المنتخب عجبني مزيان اخويا، والله الا عجبني مزيان، عجبني السي الرحيمي، كنتمنى يمشي الريال اخويا. والله لا علاش لا زعما علاش لا علاش لا علاش لا زعما عنده كل الامكانيات لعب كثير على هازار احسن منه. لا هازار ما ديال الريال ديال اوروبا ماشي ديال العين الامارات. بعد مرات الفلوس كتغير كل شيء، هذه حاجه باينه. ولكن سي واري ما يخليش يمشي ان شاء الله الامارات. الاندلسي ما يخليش، ما يخليش، رباه رجاوي يبغي يمشي للغربه. ويمشي للغربه، انا رجاوي وباه رجاوي خاصو يمشي للغربه. وحنا قلنا في البدايه قلنا بانه رحيمي عنده كل الامكانيات اللاعب يلعب في احسن الدوريات الاوروبيه. السي تربى في الكره، رضع الكره كيف ما كنقول، حل عيني على الكرة، كرة وكل شيء. والله العظيم اخويا بالنسبة للمنتخب الوطني راه دار محاضرة زوينة البارح. نعم صحيح، عجبوا كاع المغاربة. نعم النتيجة راه في نار ديالنا، راه معروف الكوم من البداية ديالنا. نعم ان شاء الله ضروري مع الناس افريقيا راه ديالنا، اي حاجة ديالنا. نعم اي حاجة ديالنا، كل شيء ديالنا ياك. الدق بغيناه في الرياضة، الدق بغيناه في كل شيء، كل شيء. الله يكبر بك العزيز، شكرا شكرا. نسمع صوتكم وداك الشيء اللي بغيتي. لا لا يخطيك اخي، عرفتي ملي دخلت لهاد الخدمه 4 سنين دابا. بالتوفيق الحبيبي ان شاء الله. تبغي صوني 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 ما كيشدش. تبارك الله عليك، مرحبا بك، تحية كبيرة لك. شكرا شكرا العزيز اخي، وكنهضر وكنضحك. الله يحفظكم، الله يرحم بابك. شكرا تحية لك، شكرا على الوفاء ديالك. الله يحفظكم، الله يرحم بابك يحفظك اخي. وتحية من خلالك مرة أخرى، تحية لكل عمال النظافة اللي كيسمعونا في هذا الصباح. عفاكم جبران فين كيفاش كي الوداد؟ مع الوداد. الوداد يحيى جبران، فهمت مختار بوفوت كتب لينا اش بان لكم جبران ولا هو لحقاش من نادي ما كتحملوش انتم بثلاثه هذه؟ الصراحه انتم عزيز عليا، ولكن بركه من التحيز. لا ما كيستاهلش، احنا يا جبران ما جبران ما كنحملوش الوداد. ما ضرناش علاش كيف فهمتوا؟ منين فهمتوا اننا ما كنحملوش الوداد؟ انا رجاويه داكور، ولكن دائما فاش الوداد كتنتصر ولا حاجه. لميا لميا اسمحي لي، انت ما كتحمليش المغرب الفاسي، سوليني علاش؟ علاش؟ حيت ما الصفر ماشي هذا هو الصفر اللي كيلبسوا المغرب الفاسي. ما عنديش مع الكوكب انا. ايه صابر ما عندوش، ما فهمتش زعما. ما عندكش انت مع اتحاد الشباب المحمديه حيت ما هضرتيش على ابو طويل. ما فهمتش، جيبكم اذا خصنا نهضروا على كل لاعب وكل يا كل نادي باش ما نسموش اننا. عيط اصاحبي، عيط ودوي لكم واحد الحاجه. الشباب غنهضروا دابا على المنتخب، وكنهضروا على المنتخب الوطني. دابا حنا كنهضروا على المنتخب الوطني المغربي، كنعطيو الاداء. الاداء ملي عطينا الرحيمي ماشي انه ولد الرجاء، باش نقول لك ملي هضرت انا على الرحيمي ماشي انه ولد زعما كانطلاقه بانه ولد الرجاء، لانه كان يمثل المنتخب هو لاعب المنتخب الوطني المغربي وكان متميزا. ملي كنهضروا على 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 الزنيتي متالق مثلا، راه ماشي حيت هو حيت الحارس دراجه،
واحد حارس المنتخب الوطني المغربي وتألق النمساوي والتألق النمساوي ما درش نمساوي ماشي نمساوي كاين بعض الاخطاء اللي ارتكبها حنا باش نقول لك ولكن كيبقى لعب كبير ولكن خلى الهجوم يلعب على الخطر ديالو بالضبط ماشي زعما ما هضرناش على النمساوي اذا ما عندناش معنا هضره بركان زعما علاش كنسقطوا الانديه على الاداء المنتخب الوطني المغربي حنايا من البارح ما كناش كنشوفوهم اللاعبين ديال الانديه راه كنا كنشوفوهم لاعبين المنتخب الوطني المغربي ما يفوتش ميلونجي مابقاوش دابا واشنو كيوقع لك لامياء حتى في مواقع التواصل الاجتماعي دابا انت مثلا هادشي اللي مصطفى قال لك حشومه عليك اخي صابر ديما كوكب لا راه كيضحك صافي دابا انت ملي كتجي دابا تهضر مثلا على 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 ايوب الكعبي ما كانش ما كانش مزيان ايوب الكعبي ضيع فرص سانحه للتسجيل في كل المباريات اللي كانت عنده شنو كيفهم الواحد بان ثم ما كتحملوش الوداد اودي ايوب الكعبي ما هضرناش على انطلاقه من انه اللاعب ديال الوداد على انه مع المنتخب الوطني المغربي ضيع فرص وهي هذيك وراء عشاق الوداد وما عجباتهمش هذيك اللقطه اللي تزقلات يلاه علاش كنسقطوا العشق ديالي للفريق في علاقتي بالمنتخب الوطني المغربي هو دابا سبحان الله صاحبي والله الا سبحان الله اي حاجه دويتي عليها كيقلب لك على الدوره كيقلب لك على الدوره هو علاش وعلاش عندنا احترام لكل الانديه الوطنيه هنايا شنو السؤال ديالنا لمياء عندنا الحب ديال الرجاء تربت في الاجواء ديال الرجاء باباها رجاوي العائله رجاويه خوتها رجاويه تربت وفي كاين المشكل لو عندنا على العشق ديال الفريق الرجاء هادشي غا هشام ما عرفناكش الفرقه اللي كتشجع انا شباب المحمديه واتحاد الشاور انا معمرني واتحاد طنجه والمغرب تطوان انا والكوكب ديما كوكب عليهم حتى الكوكب انا شخصيا نتحدى شي واحد شي تمن الاسره ديالي كيدقوا عليا وباقي ما عارفينش شنو الفرقه اللي كنشجع في البطوله الوطنيه محمد العطاري احتراما بحال هذا القيل والقال وكذا دابا الاب ديالي مثلا رجاوي البلاء تفرج في المنتخب واش كان كيشوف غير لعابه الرجاء ولا كان كيش راه كتشجع المنتخب هادشي اللي كيطيحوا في مواقع التواصل الاجتماعي هو كينزل لك كتحس بانه دابا مثلا الى تالقوا لعابه الوداد كتحس بانه بحال تعليقات بانه الوداد كانت لعبه ويمشي الوداد باص عطا الحفيدي لسفيان الرحيمي تيكي تاكا رجاويه رغم انه فيها فيها ايوب الكعبي نبداوها من الهدف الجميل اللي تمارك منيجا من ايوب الكعبي من ايوب الكعبي في اتجاه شكون اتجاه حفيدي طريقه جميله فين نزل الكره نزل الرحيمي ورحيمي ثلاثه اللمسات ممتازه اللمسه الاولى الثانيه الثالثه هدف لمسه مغربيه سليمة. شنو دابا مثلا كيجي وضعك تيكي تاكا رجاويه التالق الرجاوي الله يا اخي حقك ولكن فيها عاود واحد ولو كان فيها واحد اللاعب نهضه بركان ونقولوا فيها اللاعب المغربي التطواني ولا بغيتي تبداها راه خاصك ترجع منين جات الكره وغنبداو نجبدوا اللعابه كاملين اذا كندوي على المغرب اذا كندوي على المنتخب ديالنا حدا مثلا انا قلت مثلا كانت عندي واحد الملاحظه على الزنيتي كيخوت بزاف كيقول لك بانه اللي كيعرف الكره بانه ضروري انه الحارس يكون كيغوت كيغوت على بانه مني كيكون واحد التغطيه دفاعيه وتمرت الكره مثلا وشكلت خطوره بالنسبه للحارس كيكون عنده واحد الفرصه بانه يحتج على الدفاع بحال البارح ولكن واحد الكره اخي محمد ضربه واحد واحد ضربه خطا جات فاس ما بعيده وصلت مالي فهمتي عدات الحدود الكاميرون وصلت لدول واحده اخرى ذاك الكره ومشى الزنيتي كيغوت على كذا انا مثلا مني كان عندي ننقل الزنيتي غوتي بزاف انت ماشي شمايكل زعما ماشي لا انت كطيح ولد البلاد لا انت ما عندكش مع الراجع علاش هضرتي على الزنيتي لو كنت تقنوتي حيت انت ودادي كتموقعني في شي امور ماشي هي هذيك ما على باليش هذا المنتخب الوطني المغربي كيكون لاعب ويخلينا نكونوا مشجعين المنتخب الوطني المغربي تالق حتى لو كان شي لاعب من القسم الوطني الثاني ومثل المنتخب الوطني المغربي ياك الدرابو ديال البلاد الدرابو ديال البلاد سالينا جمعنا وطوينا خالد من طنجة خالد صباح النور السلام عليكم وعليكم السلام اختي لمياء كيف صبحتوا لاباس بخير كلشي بخير خي خالد مرحبا بك والله يرحم والديك اخي هشام محمد كيف صبحتوا بخير كاملين مزيانين ضخميني ودي اخي خالد مرحبا بك ومرحبا بحبابنا في طنجه الله يرحم والديك حتى حنا لم نعتذر انا بدي لم نعتذر من العثماني ابدا انا اكذب عليك لم نعتذر انا الى ما صلحش الاداره والطبيب راه لا لم نعتذر ابدا
خليوها في الكره المهم خليك صافي والله العظيم هذا ضربتي واحد بينارتي مضخم عاد رجعتي عاود لا صراحه هي هذه اخي هشام نقول لك لم نعتذر الى ما تصالحوش هذا محتاج هذا كنشوف الناس كيتعذبوا فهمتي نعم ايوا على العموم نتمنوا خير يقطعونا في القلب ديالنا الصراحه هي هذه ماشي زعما فهمتي تحيه لكل الاطر الطبيه ديالنا في هذا الصباح والمنتخب كيفاش شفتيه اخي المنتخب سنقول لك اخي هشام الله يزيدهم فهمتي احنا هذا اللي كان نتمناو لما هما يرفعوا الكاس فهمتي وبقات خطوه واحده لا ما نذكروش يا اخي محمد صافي انا بالكاس قالوا هذاك في الجيم فهمتي ياك مربوحه ان شاء الله نهار الحد مربوحه ولا عليك حيتاش حنا سيدنا الله ينصرو ملي ندم هذا الملاعب وهذا الشيء في المغرب الكره دائما زايده من فوق فهمتي صحيح بان بانه المستوى كره القدم الوطنيه عالي حتى البطوله الوطنيه بان المستوى ديالها عالي لانه في مواجهه منتخبات عندها باع كبير تمام. كرة. نعم بان بانه مزيانين زعما عندنا منتخب محلي دابا حنايا نقول لك بزاف الكره غيدخلوا فيها الاطر بزاف لا المسؤولين ولا كل شيء ان شاء الله ديالنا فهمتي والربح الحقيقي هو انه نشوف وليدات البطوله في المنتخب الوطني ربحنا الشان ديال 2018 في البلاد ولكن ربحنا منه والو لا دابا فهمتي مع هاد اللاعبين اللي طالعين دابا هاد اللاعبين اللي طالعين دابا خصهم فهمتي يشجعوهم باش يكونوا في المنتخب الاول عاوت شي حاجه يتكل عليهم المنتخب عندنا وليدات زوينين في المنتخب الوطني ديالنا وليدات زوينين في البطوله الوطنيه نثقوا فيهم ونعطيهم فرصه ماشي غيبقاو غير بالسميه في اللائحه الوطنيه بحكم انه شفنا نعم. الشان راه ماشي شي تظاهر ولكن الربح الحقيقي نعم. وانه نعم. نتغداو بهم في البطوله الوطنيه وهذه فرصه الواحد خليه لوزيت يتقدى لنا ويعطي الثقه تماما اخي محمد وفي النسبه لبنادم الهضره بنادم دائما غيهضر اخي محمد يقول لهاد الوداد ولا هاد الراجا حنا كاملين مغاربه وكنشجعوا المغاربه اللي يزيد قدام كامل مرحبا به صحيح لا لي خطيك اخي وهذا هو الهدف ومرحبا بالجميع اللي قدم لنا شي حاجه للمنتخب مرحبا به شكرا على الوفاء ديالك يا ودي با خالد تحيه ليك تبارك الله عليك ونزهه صدق تبات لينا العطاري شكون انت اخويا ما عارفين الفريق اللي كتشجع ما عارفين فين كتسكن عارفين غير سميتو وكنيتك شكون انت اخويا من انتم جبت لاصقه كلشي اتصال حفيد مولاي يا عائشة واخا حفيد مولاي وهي كلمه للمستمعين اليوم بيناتكم في اطار الاشكال الديمقراطيه وحريه التعبير عندنا في البرنامج المستمعين يقولوا اللي بغاو اخي محمد ويطرحوا ولا تصفت لنا ما غندوزو عافاك اذا حفيد كتمنى لك عبيد ضربته العين نتمنى له التوفيق في النهائي وان شاء الله سيكون رجل مقابله وهداف لقاء بحول الله الله رشيد الله. رشيد زينب كتبت لينا ما كتهضرش على نادي القصري حتى انا تعصبت يلاه صافي هادشي اللي بغيتي هشام النادي القصري تحيه النادي المضخم هذه كنا في الشاون لعبوا اتحاد الرياضي الشفشاوني ضد القصر عملوه الشاون درباح والقصر ماشي ضخصر محمد تحيه النادي القصري تحيه الناس القصر كبير في الصباح محمد تبلينا علاش ما داش متولي لاعب كبير شنو قالك علاش ما داش متولي لاعب كبير كبير في السن كبير والله الا راه كبير وراه كبير ما بقيناش باغي نجاوبوا والله دابا ولينا كنهضروا على الانديه وكنهضروا على المنتخب وي دابا تخاف تجاوب واحد قال لك علاش ما داش ناناح يقول لك ايوب الكعبي كان يكون مزيان لو كان معاه ناناح والله العظيم ودابا والله الا ولينا واحد من الانصار فريق باش تعرفونا مستمعينا الكرام اننا كنبغيو الخاطر ديالكم وما كنبغيوش واحد زعما احنا داوين على المنتخب الوطني زعما والله المنتخب وعم منتخب حطيتونا في واحد الموقف مابقيناش قد نهضروا عيطوا دوي وتوما دابا ما نقدروش نهضروا على المنتخب المحلي باش نعملوا زعما الكوين والارضان هذه ما ذكرتيكيش شي لاعب لا ماشي ما ذكرتي ما عطيتيش شي ملاحظه على شي لاعب خوفا من ردود الفعل الجماهير ديال النادي ديالو هو كيمثلني انا هو كيمثلني انا مع المنتخب مع النادي كيمثلك انت والحريه كتقول لك اختار الفريق اللي بغيتي بغابة من قنيطرة لا يفسد للودي قضية ناخذ بغابة من قنيطرة بغابة من قنيطرة صباح النور صباح الخير خويا هشام صباح خويا صباح النور سيدي مرحبا لو لمياء ارسل العطاري ومستقبل المكالمات مرحبا سي بغابة الله يحفظك اخويا فين هاد الغويبة سي بغابة
خويا عيب الدنيا وعاد شد لي خويا الخط والله القسم بالله. ياك ما قلقك فريق الريال مدريد؟ لا 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 ديما مدريد اخويا ديما مدريد اخي ديما. قال لك اخويا شتا صبات والخضره نبتات ايه والمغرب فرع الكاميرون الشبكات ايه مالي خطيك الحبيب. تحيات سيدي بوغابة وحنا كنعرفوا دائما روح المرح ديالك. نعم سيدي انا نشط بزاف، النشاط الاول بعدا راه في عمري 91 عام. نعم بارك الله. والنشاط الاول هي الفاكسان اللي درت اخويا راني نشط مزيان. الله على بوغابة. هيا 90 سنة سي بوغابة دابا ياك؟ 91 91 سنة عملتي اللقاح. فوقاش عملتي اللقاح اخي؟ عملته اليوم لوكاط، عملته الان لولاندي. لولاندي طهور ايه اخويا ولو 28 ان شاء الله الدوزيام فاكسان ان شاء الله بحول الله. والله المليح هتلاقح. اه سي سي نعم سيدي ما كان غير تاكي 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 رومبا. اه تاكي تاكي رومبا. مرحبا مرحبا الرومبا صومبا الرومبا. اه اللقاح ويديرها اللقاح يديرها اللقاح يديرها. واخويا جاتني قوة والله الا شتي النفسية ياك. والله العظيم دابا راه دابا راني نقص من الفوليم. نذكروا مستمعينا الكرام كيهضر معنا مستمع عمره 91 سنة بطول عمر يا رب العالمين. نعم خويا شفتي والله الا الشباب في القلب يود سيدي بوغابة. نعم سيدي تبارك الله عليك. شوف اخويا والمغرب نعم ربح، راه المغرب اللي ربح ماشي هذا كيلعب في للاسف للاسف انقطع الخط للاسف للاسف. تبارك الله عليك. هذه تجربه انسان في عمره 91 سنه يقول لك المغرب اللي ربح ماشي كما شي يقول مجموعه من الانديه عاوده خفنا نقولوا شي اسم شي نادي يقول لك يقول لك علاش بديتي بهو الاول. اذا انت معاه حسن كازا. ايه هي المليح التخمينات والقراءات صافي. حسن ما بغيتوش نبقاو داويين بتلقائيه حنا. حسن من كازا. حسن السلام عليكم. كلشي بخير با حسن لاباس عليك. انا هو اللي اتصلت بكم البارح وقلت لكم قلت للاخت لمياء بان كتبلغ الوالده كتسلم عليها بزاف. اكيد مرحبا مرحبا. وقلت عيطت لها البارح قلتها لها فرحت بزاف. تحيه كبيره لها. مرحبا اخي حسن. مرحبا لاباس عليكم كلشي مزيان كلشي بخير اخي. لالي خطيك عيطت عليكم اول حاجه على قبل هذا الموضوع ديال كورونا. بغيت النداء على حساب واش بغيت نوجه النداء للناس باش ياخذوا بزاف الاحتياطات. اليوم تلقيت الخبر ديال الوفاه ديال واحد الصديق ديالنا، يعني كان انسان عادي ويعني ما كان كيحس حتى شي اعراض. نعم يعني توفى. جاتني ابل مع جوج الصباح توفى. يعني بغيت نقول للناس ان يعني ياخذوا احتياطات ماشي يقولوا فوالا كورونا سالات فوالا يعني. نعم الله يرحمه ويرحمه عليه وان لله وان اليه راجعون. هذه من جهه ومن جهه واحده اخرى كنسلم على الوالده ديالي بزاف، كتسلم عليكم بزاف، كتسلم عليكم بزاف. يسلم عليها الخير والله يكبر بها. المنتخب الوطني ديالنا، المنتخب الوطني ديالنا راه شنقول لك عموته عموته راه مدرب كبير صراحه. صحيح بين على الحنكه ديالو والتجربه ديالو. يعني الرجل المناسب. سي بون. نعم نعم. ايوا مزيد من التالق والعطاء ان شاء الله. شكرا تبارك الله. وكل شيء اهداء الوالده عافاكم زهره. تحية لنا زهرة، تحية لنا زهرة، تحية كبيرة لأولا حفظها لك. تحية لها يا رب. شكرا 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 لك حسن وشكرا لكل الحبابنا اللي اتصلوا بنا. إذن موعدنا بإذن الله يوم الأحد ابتداء من 8 مساء في لقاء نهائي المغرب مالي للشان، ونذكر أنه سيكون عدد خاص كيف ما واكبنا النخبة المحلية إن شاء الله ميت سبور ابتداء من 4 بعد الزوال. نجيب لكم التفاصيل ما قبل مباراة النهائي بين المغرب ومالي. من هذا الشيء كامل بالتوفيق للنخبة الوطنية وكاع الوليدات اللي في المجموعة راهم يمثلون المغرب. نعم حفظ الله الوطن. صحيح. تحية للنخبة الوطنية وتحية الإطار الوطني عموتا وتحية لكل اللاعبين اللي هما كيأديو النشيد الوطني بواحد الحماس كبير. دخلوا المباراة بحماس كبير، متولين مرتبين. بعض الأخطاء اللي ممكن توقع عادية جدا. كنا غادي في خط تصاعدي. لا أكيد أنه في خط تصاعدي. خلينا نكونوا متفائلين للنهائي اللي غنلعبوه ضد منتخب مالي. كلنا منتخب وطني مغربي يوم الأحد إن شاء الله بحول الله. المنتخب الوطني المغربي في مواجهة مالي. أمنا إن شاء الله كأشان ثانية تدخل خزانة الألقاب الوطنية على المستوى المحلي الإفريقي. وتستافدوا
كذلك من الشان طبعا واهل الاختصاص عارفين علاش كنتكلموا انه ما نلقاوش الشان من اجل الشان فقط، لا تبان النتيجه ديالو طبعا، ديو الكاس وشي صريف طبعا يرجع للنخبه الوطنيه، وكذلك نستافدوا نشوفوا التالق ديالهم رفقه المنتخب الوطني ديالنا للكبار، وتالقهم هذا يعني اننا غادي ندفعوا اللعابه ديالنا للبطولات والدوريات الكبرى.